كتكتي الحلوين، أهلا بيكم في درس جديد من فوتو كامب. الدرس النهاردة هنتكلم فيه عن إزاي إن احنا ناخد صورة بورتري. يعني إيه بورتري؟ ده اللي هنتعلمه النهاردة. في فنانين كتير أبدعوا في التصوير، وإحنا عايزين نتعلم هما ليه كانوا مبدعين وإيه أساميهم وكانوا بياخدوا الصور إزاي. النهاردة هنركز على البورتري. البورتري ان انا بصور وش حد، بس ممكن اصور حيوان، الكلب بتاعي او القطة بتاعتي، اي حاجة عايزة ان انا اصورها بتفاصيلها بسميها بورتري. زي ما احنا شايفين البورتريهات الجميلة دي، بنوتة جميلة زي القمر بشعر كيرلي، ولد جميل والكلب. لما بصور الحاجة، الحاجة دي بسميها موديل، وأنا اللي باخد الصورة اسمي فوتوغرافر. يبقى قلنا البورتري هي ممكن يكون إنسان، بيرسون، حد من صحابي، حد من الفاميلي بتاعتي، أو ممكن إن هو يكون أنيمال، ممكن إن هو يكون موديل. الموديل ده لو أنا عندي حاجة عايزة إن أنا أصورها، كتاب، لعبة، ليجو، حاجة معينة عايزة أصورها بتفاصيلها. انا بستفاد ايه لما بصور ده؟ ان انا بديها بيرسوناليتي. يعني لو انا مثلا هعمل قصة او انا بكتب كتاب وعايزة احط فيه صور معينة عن كتبي ودراستي وإقلامي او اللعب بتاعتي، ممكن ان انا استخدم طريقة البورتري ديت اللي احنا هنشرحها النهاردة. الصور قد ايه جميلة وكل واحدة مختلفة. زي ما شايفين دي ابيض واسود، وهو مش بيضحك الولد ده، انما البنت ديت ضحكتها جميلة، والكلب الجميل ده باين ان هو بيلعب في جنينة وفي خلفية بس ملهاش تفاصيل قوي. شايفين عاملة ازاي؟ رغم ان التلات صور حلوين، بس لازم نتعلم ونعرف ازاي ناخد الصور بالطريقة دي. كاريمين ويمز دي ست جميلة أمريكانية أبدعت في تصوير الستات اللي لونهم أسود، Black Woman in America. كانت صورها غاية في الروعة، وخدت جايزة من جمال الصور اللي هي خدتها. زي ما احنا شايفين ديت بعض الصور بتاعتها، وهنلاقي انها مش مركزة فيها على الألوان. هي ليها طريقة معينة في التصوير، ما بتحبش فيها الألوان الكتير. ديت مدية على لون بنفسجي شوية، وديت أبيض وإسود، وهي ديت نفسها الست الفنانة الفوتوغرافر الأمريكية اللي أبدعت في تصوير الستات السود في أمريكا. أما عندنا أني ليبفيتز، فهي أبدعت في تصوير المناسبات، وأبدعت في أخذ الصور الملونة. يعني في ناس مبدعة في حاجة معينة هي شايفة نفسها فيها. الصور ديت جميلة جدا بتاعت كاري منوي، والصور ديت غاية في الروعة لأني ليفيت. واخدين بالنا من الصور؟ هي دي الفنانة الفوتوغرافية الجميلة، ودي صورة فاميلي عيلة أوباما، وديت الملكة إليزابيث. عايزين نقول إن آن ليبفيتز خدت جايزة لأفضل صورة في واشنطن سنة 1991. طيب أنا عشان أخذ الصور بالطريقة ديت هتكلم عن كذا حاجة. هتكلم عن المقارنة والكونترست والفرق ما بينهم. يعني إيه؟ هنا أنا شايف الجسم كله، دي صورة باليرينا واقفة على طراطيف صوابعها، شايفة الخلفية اللي حواليها، إنما دي صورة قريبة من وش بنوتة زي القمر. لما بتكون قريبة قوي كده بنسميها close up، إنما لما الجسم كله بيكون باين بنسميها full body photograph. تعالوا ما نشوف تاني الحاجات اللي بتغير من طبيعة صورة للتانية.
احنا قلنا هنا هنعمل المقارنة عشان نبقى عارفين الفرق بيكون ازاي. هنتكلم هنا عن حاجة مهمة جدا، ودي اساس التصوير، وهنتكلم عنها في كل الدروس اللي جاية، وهي الإضاءة والكومبوزيشن، تكوين الصورة، ايه الحاجات المكونات اللي موجودة في الفيو اللي قدامي عشان خاطر ان انا اصوره. لو تفتكروا الدرس اللي فات بتاع الانترودكشن اتكلمنا فيه عن ازاي ان انا اعمل فيو فايندر والاقي الفيو اللي انا محتاج ان انا اصوره، وعملنا المربع المستطيل بالورق علشان خاطر اخد فكرة ازاي ان انا اختار الباك جراوند بتاعتي اللي انا عايز اصور فيها. انما دلوقتي احنا هنتكلم عن اللايت والكومبوزيشن، الاضاءة والشادو، دولت اهم حاجة في الصورة وليهم تأثير كبير جدا 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 في جمال وروعة الصورة، ولازم نتعلم الدايركشن بتاعهم هيكون عامل ازاي عشان تطلع الصورة جميلة ونبقى فنانين ومبدعين في اخذ الصور. هنتكلم بالتفصيل عن اللايت والكومبوزيشن، يلا بينا. الإضاءة بتعتمد على أنا حاطة نور قد إيه، نور كتير ولا قليل، بصور جوه البيت ولا بره في جنينة، هل الإضاءة كتيرة ولا قليلة، أنا عايزة الصورة تبقى مليانة نور وواضحة ولا عايزاها أبيض وأسود. أما الكومبوزيشن زي ما احنا شايفين فقلنا ديت كلوز أب مبينة الوش بس، أو الفوت بادي واللي مبينة الجسم كله بجزء من الخلفية. طيب بالنسبة للإضاءة، الإضاءة هنتكلم عليها في جزئين، احنا قلنا هنا اللايت والكومبوزيشن. طيب نمسك اللايت، يا إما هبقى اندور جوه البيت يا إما هبقى اوت دور. طيب تعالوا كده ما نشوف الاندور هشتغل ازاي. لو أنا هصور جوه البيت يعني في عندي شباك أو بلكونة، فأكيد في عندي نور الشمس. نور الشمس هو أجمل وأحلى إضاءة ممكن احنا نصور فيها، بس نعرف ازاي ان احنا نستخدم الاضاءة دي صح. انا كفوتوغرافر وفنان همسك الكاميرا زي الولد الجميل اللي لابس تيشيرت احمر، بس ظهري هيكون للشباك، ظهري هيكون لمصدر الضوء. الموديل اللي انا هصوره سواء كان شخص او حاجة معينة انا عايز اصورها هيكون وشه للنور، يعني انا ظهري للنور والموديل وشه للنور. لما هصور بالطريقة دي هتطلع الصورة بالشكل الجميل ده، طبعا واضحة ان الصورة الجميلة ديت كلوز اب مش فول بادي. طب لو انا عايز ان انا اتدرب عشان منساش، تعالوا ما نمتحن نفسنا ونشوف. انا عندي مكان جميل زي ده وعندي شباك هو مصدر الضوء بتاعي. طيب عندي نقطة A وعندي نقطة B، يا ترى أنا كفنان فوتوغرافر هقف فين والموديل بتاعي هيقف فين؟ هديكوا 5 ثواني تفكروا. أيوة، أنا كفوتوغرافر هقف في مكان A والموديل هيكون في مكان B، بس ظهري هيكون للشباك والكاميرا هتكون في ايديا بتبص للموديل بتاعي. طب لو انا بره البيت، لو انا في جنينة او في مصيف او في شرم الشيخ او في الساحل او في اي مكان انا مش في البيت، يعني في ضوء الشمس موجود في كل حتة، هعمل ايه؟ نفس اللي اتعلمناه، ظهري للشمس، الموديل بتاعي وشه للشمس، ولكن افضل مكان الموديل بتاعي يقف فيه هو المكان اللي فيه حبة شادو، حبة ظل. طب انا اجيبه منين الظل ده؟ ممكن اجيبه من ظل شجرة او سور او شمسية مثلا، زي ما احنا شايفين هنا، زي ما بنبقى قاعدين على البحر في الساحل. ظهري للشمس، الفوتوغرافر ظهره للشمس، الموديل وشه ناحية مصدر الضوء، وبيكون واقف في مكان فيه حبة ظل. طبعا واضح ان الصورة ديت هي فول بادي. تعالوا ما نمتحن نفسنا، لو انا عندي المكان دوت والشمس جاية من الناحية دي
وعندي نقطة A ونقطة B. أنا اخترت الشجرة عشان هي عاملة حبة شادو على الأرض والموديل بتاعي هيقف عندها، وأنا هقف في مكان A، ظهري للشمس، ظهري لمصدر الضوء، أما الموديل بتاعي فوشه لمصدر الضوء، وعينيه مش هتوجعه لأن هو واقف في مكان ظل، وده أجمل مكان ممكن نحنا نصور فيه. ادي كمان رسمة بسيطة بتوضح الفرق ما بين الاندور والاوتدور. لو انا جوه البيت ظهري للشباك، ظهري لمصدر الضوء، والموديل بتاعي هو اللي بيبص لمصدر الضوء، اما لو انا اوتدور فظهري برضو لمصدر الضوء، بديله ظهري والموديل بتاعي هو اللي بيبص لمصدر الضوء، ولكن يفضل ان هو يكون واقف في مكان. زي ما احنا شايفين برضو الكلوز اب والفول بادي، الكلوز اب باين ملامح وشها، انما الفول بادي باين الخلفيه، باين احساس الصوره، حاسه بالموديل، حاسه بيها هي واقفه فين، بتعمل ايه، بتبص فين، وده فرق كبير ما بين الاتنين. والاتنين بيبقوا حلوين، احنا بنجرب كل البوزيشن علشان خاطر نختار اجمل صورة ونطبعها ونبقى اتعلمنا كل طرق اخذ الصور بالشكل الجميل ده. دي close up ودي full body، دي جميلة جدا ودي كمان اجمل. شايفين ملامح البنوتة جميلة ازاي؟ هنا ملامح البنوتة مش باينة، تفاصيل وشها مش باينة زي هنا، ولكن الطبيعة وجمالها واضحة بكل تفاصيلها. هنا الريكورد بتاعي، ادي الكلوز اب وادي الفول بادي، ده الكومبوزيشن زي ما اتكلمنا عنه، هنا باين وشي بتفاصيله وهنا باين الخلفية بكل اللي حواليا. لما باجي اعمل خطة ان انا اخد صورة بورتري بسأل نفسي كذا سؤال، هو ايه الموديل بتاعي، فين المكان اللي انا هصور فيه، ايه نوع الكاميرا اللي انا هستخدمها، سواء كاميرا موبايل او تابلت او كاميرا حقيقية. أما عن الألوان فديت كل واحد على حسب ما بيحس هو نفسه يشوف الصورة ازاي، نفسه يشوف ايه. دي السيشن بتاعت النهاردة، أتمنى تبقى عجبتكو، أتمنى تبقوا عرفتوا الفرق ما بين الكومبوزيشن واللايت والكلوز اب والفول بادي، واخترتوا المود اللي انتوا هتصوروا. أشوف إبداعاتكو، وكل اللي هيصوروا بورتري جميل ليهم هدية جميلة من كيدوز لايف كوتش. أشوفكوا على خير في الدرس التاني إن شاء الله. باي باي.